نتكلم على مجلس النواب ل 2021، سيدة يمكن لأول مرة أو تاني مرة بتبقى رئيسة للجلسة الافتتاحية ومعها 2 من الشباب. هذه الصورة بالنسبة لنا هي رمز، هذه الصورة بإعادة تكوين أعضاء مجلس النواب بتنسيقية شباب الأحزاب، خريطة جديدة ترسم لمصر. المرحلة اللي كان فيها جفاف هتبتدي زي ما بتقول المكنة اشتغلت، المكنة بتطلع وجوه جديدة، المكنة بتطلع شباب. بنشوف شباب، شاب 27 سنة من منطقة الساحل كان هو أصغر عضو موجود، واتنين من لعيبة الكورة موجودين. بتتكلم على كل الفئات، كل الجهات، كل الأشكال اللي احنا نفسنا نشوفها. الشباب بياخد شكل جديد، شكل كبير في هذه الصورة اللي احنا بنتكلم عليها. بنكلمكم على مصر الجديدة، واحنا بنتكلم على الصورة الحلوة دي بعد مرور 10 سنين، من 10 سنين بالظبط كان مصر هنا في هدم، مصر هنا كان في حاجات كتيرة بتقلبنا، حاجات بتضايقنا. انت بتتكلم 10 سنين بقى عندك زراعات، عندك كباري، عندك قطارات، عندك مشروعات تمتد، عندك ارقام فلكية بنتكلم عليها. يعني في الجزء الثاني لو عندنا وقت هنتكلم على موضوع العشوائيات، لان عندي قصة سيدة كانت غارمة واتحبست من البرنامج ده. كان يوم الاربعاء بنتها كلمتنا استغاثت بينا، تاني يوم خرجت، رحت قابلتها في الجزء الثاني او الثالث هنشوفها. لكن بنتكلم على المشروعات بعد 10 سنين، يشاء ربنا وتدور الدوائر ان ناس هنا. وكان يطلع واحد يقول لك الجيش لحراسة الحدود، الجيش النهارده راح الكونجرس وراح الكابيتول بيحرسوا في امريكا.